هذا القطاع ولماذا حصلت مثل هذه الاحتجاجات؟ أولا شاكر ومقدر لهم مداخلة كانت طيبة. الإضراب إضراب اقتصادي واستشارية المختبرات الطبية له قرابة 7 يوم منذ السبت السابق. مطالبهم مطالب بسيطة، مطالب مهنية مطلبية ما أكثر من ذلك، ومن ضمن هذه المطالب تفعيل قرار فصل وترفيع الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدعم على المستويين الاتحادي والولايي. وثاني تفعيل صلاحيات الإدارة العامة للمعامل وبنوك الدعم على المستويين الاتحادي والولايي. إضافة لذلك عندنا المعمل القومي للصحة العامة اللي هو معمل ستاك حاليا لا يدار مواصل الاختصاصي واستشاري المختبرات الطبية. وهو المعمل القومي لابد إدارته تكون عبر اختصاصي واستشاري المختبرات الطبية اللي هم أصحاب المهنة. تطبيق وتحديث المسار المهني للمختبرات الطبية وإلقاء مسمى تقني مختبرات طبية. حاليا خريج المختبرات الطبية يحمل شهادة البكالوريوس يسمى تقني مختبرات طبية. من المفترض يسمى اختصاصي مختبرات طبية أو اختصاصي أو طبيب مخبري للمهنة. لكن دكتور محمد، يمكن ناس من المشاهدين يقول لك الكلام ده ما هو ما جديد، يعني الكلام ده قديم، ما الداعي لهذه الاحتجاجات والبلد تمر أصلا بظروف عصيبة؟ الداعي الآن والأهم من ذلك إنه بيئة العمل حاليا في المستشفيات الحكومية والمراكز الصحية الحكومية بيئة غير سليمة وغير تقدم خدمات طبية للمواطن. الآن في بعض المستشفيات الحكومية جهاز السي بي سي لفحص الدم الكامل الأجهزة تلقاها معطلة ما شغالة. إضافة لذلك المحاليل الطبية لإجراء الفحوصات تلقاها منتهية أو خارج صلاحيتها منتهية، وفي بعض المستشفيات غير موجودة أصلا. لذلك دعا الأمر إنه يكون في إضراب شامل عن الحالات الباردة ويستثنى الحالات الايرجن اللي هي الحالات الحرية. نعم. لكن مع عدم يعني الحكومة استجابتها لهذه المطالب واستجابتها لهذا الإضراب، يكون الإضراب إضراب شامل لكل الحالات الباردة وإضراب شامل لكل الايرجن والامرجنسي لكل الحالات الحرية. ونحن حاليا ما عاوزين نصل للمرحلة دي عشان ما الناس تنضر والمواطن ينضر، لكن لا بد من الحكومة الاستجابة السريعة والفورية لهذه المطالب. نعم. دكتور محمد النور اختصاصي بالمختبرات الطبية، شكرا لك على هذه المداخلة. أنا فضل لي دقيقتين فقط، استمعنا للدكتور محمد النور يقول لك بيئة العمل غير 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 مهيئة، يتكلم عن محاليل فاسدة أو منتهية، يتكلم عن غياب للمعدات. سبقه أيضا أطباء بيقولوا بيئة العمل غير 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 ممكنة. هذه الحالة التي تصل فيها الحكومة أن يتظاهر عليها كل أصناف المجتمع، يعني كيف نلخصها في ختام الحلقة؟ أنه لا وجود لدولة الآن في السودان، يعني الدولة انهارت ولا وجود لدولة. وعندما تسمع الحديث من هذه القطاعات المهنية ومن أصحاب المهنة عندما يتحدثون يعني عن هذه الحالة تدرك حجم المأزق الذي وقع فيه السودان.